صمت عدد من الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء. نظمت هذه الفعاليات تنديدا باستمرار جرائم العدوان السعودي وفرض حصار جائر على اليمن. تحت شعار أوقفوا الحرب وارفعوا الحصار، نظم المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية في ساحة لا إنسانية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء، وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المجتمع الدولي وشعوب العالم الحرة للتدخل العاجل لإيقاف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني وتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية الكاملة عن صمتهم وتجاهلهم إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار وحرب إبادة جماعية. الوقفة الاحتجاجية الشعبية الإنسانية الثالثة اليوم من أجل الإنسانية، من أجل الشعب الذي يحاصر اليوم للثامن شهر، 8 أشهر لا غذاء لا دواء لا, لا, لا مشتقات نفطية لا غاز، توقفت الحركة الاقتصادية الزراعية. الجانب الإنساني والوضع الإنساني في اليمن مأساوي في ظل الصمت الأمم المتحدة وتحت ظل قرار 22/16 يضرب يقصف يقتل المدنيين النساء المرأة في اليمن، إن كان معهم حروب فليقاتلوا وليحاربوا في أماكن الحرب، ورجال اليمن أهلها وأسيادها وهم أولو البأس وأولو القوة الشديدة. رسالة الأمم المتحدة أنه الحصار الجائر الذي يفرض على اليمن حصار بالدواء والغذاء والطاقة هذا غير جائز ولا هو مشرع لا بقوانين الإنسانية ولا بالشرائع السماوية، فهناك الكثير من الجائعين والكثير من الأمراض، فمفترض كمنظمة إنسانية أن تؤدي دورها بحيادية وإيجابية وألا تخضع لا للضغوط ولا للابتزازات وتؤدي رسالتها الإنسانية بشكل متساوي وعادل بين جميع الدول. كما أدان ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان بربري لأكثر من 7 أشهر جعلت المواطن اليمني يعاني أوضاعا مأساوية صعبة. أتينا هنا نطالب مجلس الأمن المتحدة بإيقاف الحرب الغاشمة على اليمن في ظل الحصار الاقتصادي والبري والبحري والجوي الذي يعاني منه الشعب اليمن التي انهكت بنيتها التحتية ولا المستشفيات فقيرة بالأدوية وبحاجة إلى الأدوية وبحاجة إلى المساعدات، كذلك الشعب اليمني بحاجة إلى احتياجاتها الخاصة من المشتقات النفطية من الأدوية من الغذاء من الملابس من كل شيء. على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها ما لم فهي وتتحمل مسؤولية كبيرة لما يتعرض له الشعب اليمني. الدور المتقاعس للأمم المتحدة هو يؤكد تورطها بدماء أولئك الأطفال ودماء أولئك الأبرياء الذين تسقط أرواحهم، بالإضافة إلى أنها تتحمل مسؤولية ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار خارج إطار حتى القرار الأممي 2216. أدعو جميع المواطنين جميع اليمنيين جميع الشرفاء الأحرار أنه لا تتقاعس، وجودك مهم، حضورك مهم، وقفتك مهمة، أنت بترسل رسالة للمجتمع الدولي لإدانتك ورفضك لهذا العدوان الهمجي البربري الغاشم على شعبنا. رسالتنا للأمم المتحدة باسم الوطن وباسم كل الشعب اليمني، إذا لم يكونوا سببا في وقف العدوان وفك الحصار على الشعب اليمني فاليمن لن يسكت عن حقه وسيتخذ إجراءات لن تكون في صالح التعامل الدولي الخارجي مع اليمن. رسالة من أطفال الشعب اليمني يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإيقاف الحرب والحصار على الشعب اليمني. ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أبناء الشعب اليمني للوقوف صفا واحدا ضد العدوان السعودي الظالم وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن.